السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم هاد لا فيديو في احسن احوالكم. كما كتشوفوا معايا غنشوفوا مجموعه من العبايات الرائعه والراقيه اللي هي جديده ولاول مره غادي تشوفوها على القناه. عبايات غزاله ما شاء الله وانيقه، فإلا كنتي من مهتمي الموضة معلي كلا تنضمي القناة وتفعلي جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. فهاد الفيديو ما شاء الله كيستحق المشاهدة منكم، فنبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، صلاة مباركة وسلام تاما. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد العبية هادي اللي جات غزالة وأنيقة. شوفوا معايا هنا الفيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايه، كيفاش ملبوسه، كيفاش مخدومه، كذلك حتى الثوب ديالها. شوفوا معايا البنات، وهذه وحده اخرى موديل اخر كما كتشوفوه معايا. شوفوا معايا اليدين، الفصاله ديال اليدين كيفاش جاوا كلوش. شوفوا هاد الخديمة هادي كيفاش جات، شوفوا هنا فوق الكتاف كيفاش جات الخديمة. هنا كتقربكم اكثر العريضة العباية مع الفولار كيفاش جات. وهذا موديل اخر فهو جا مختلف تماما على اللي شفناه من قبل. شوفوا معايا هاد الموديل هذا اللي جا غزال وانيق، فكله منبت جات انيقة هاد العبية هادي. شوفوا معايا الفصالة ديالها اللي جات ايفازي وجاو اليدين تا هما كلوش. وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا. فلا فيديو عامر بلي موديل جداد، فكنتمنى تخلوا ليا لي لايك، خلوا هاد الفيديو هذا يوصل اكبر عدد من اللايكات. فشوفوا معايا هذا الموديل هذا كيفاش جا، كاين الخيط ديالو كذلك في الصاله كيفاش جا كلوش من التحت. وشوفوا الخديمه ديالو عند كتيفات كيفاش جا، كذلك اليدين كيفاش مخدومين. هانتوما هنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون، يجا انيق وغزال ما شاء الله. هنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايه وهاد الانواع اللي دارجة هاد العام هذا 2025. فإلا عجبتك القناه ما عليك الا تضغطي على جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. هذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، هو جا انيق. هذا اللون هذا اللي جا طوندونس هذا العام جا انيق ما شاء الله وغزال. وهذا الموديل هذا حتى هو كيفاش جا، وكذلك هذا اللون هذا اللي جا انيق. شوفوا معايا الفصال البنات كي جات غزال ما شاء الله وانيقه. شوفوا كذلك الخديمه كيفاش جات، فهي انيقه. شوفوا معايا، خلونا نشوفوا اكبر عدد من اللايكات ولا الاعجابات. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، شوفوا الفصاله ديالو اللي جات مختلفه تماما على اللي شفنا من قبل. ونمشيو نشوفوا هذا الموديل كذلك كيفاش جا، حتى هو جا انيق وجا كلوش في اليدين ديالو. شوفوا معايا الخديمه اللي جات في الصدر. شوفوا معايا هنايا العريضه كتقربكم اكثر للخديمه ديال هاد العبايه
كيفاش ملبوسة وكذلك كيفاش مخدومة. نمشيو لهذا الموديل هذا اللي جاءني قزال ما شاء الله. هانتوما البنات كيفاش جات هاد العباية أنيقة ما شاء الله. وهذا موديل آخر كذلك هانتوما. أنا القناة كتقربكم أكثر لهاد الموديلات الرائعة وأنيقة واللي كتجي جديدة ولأول مرة تشوفيها، هي أنيقة ما شاء الله. شوفوا معايا هذه العباية متكونة من جوج القطع، شوفوا معايا فوق الكتاف كيفاش مفصلة، كذلك كيفاش مخدومة. وهذا موديل آخر اللي كيجي أنيق بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللباس، هذا بالنسبة للسيدات اللي كيخدموا وكيعشقوا هذا اللباس. هذه جات أنيقة ما شاء الله، غزالة ما شاء الله. شوفوا معي البنات الفصلة ديالها. وهذا موديل آخر كذلك طاو مختلف تماما على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا لي ديتي كيفاش جا وكيفاش مخدومين. الالوان كيفاش متناسقه مع بعضياتها، فصاله كذلك ديال العبايه. هذا موديل اخر بالنسبه للسيدات المحجبات الانيقات اللي كيعجبهم هذا النوع هذا ديال اللباس الانيق اللي كيخلي اللباس ديالهم يجي انيق وعصري ومحجب كذلك. هانتوما البنات الفيديو كيقربكم اكثر لهذا اللباس اللي كيجي رائع في اللبسه وكيجي انيق، كيقربكم اكثر للخدمه ديال هاد اللبسات هادو، كذلك الالوان والتناسق ديال الالوان. فكنتمنى على فيديو يعجبكم، فإلا عجبكم على فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب، هكا تخليو على فيديو انتشر اكثر. موديلات كلها راقية وأنيقة.